جمال أحد المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الجديدة المتمثلة في إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعية. جيت هنا لاكاكوبات مولف نجي كل شهر هنايا باش نخلص في الوقت تاع الخلاص، وراني سمعت بلي كاين تسهيلات رايحين نحيو الغرامه تاع لي بينالتي دو روتار. الوغ سي ان بليزير، يعني الانسان صافي بليزير كي نسمعوا هكذايا الشهاده يشجعنا. انا نجو الاستقبال يعني رائع، والخدام هنايا ما شاء الله. أزيد من 76 ألف مستخدم استفادوا من هذا القرار. تمكين المتعاملين المستفيدين من هذه التدابير من تقرب من هيئة الضمان الاجتماعي لتسوية الاشتراكات الأساسية التي هي على عاتقهم، ويكون ذلك سواء دفعة واحدة إذا تمكنت هذه الفئات من التوفر على الموارد المالية اللازمة، وإلا عن طريق جدولة هذه الديون المتعلقة باشتراكاتهم على أقساط يتم الاتفاق فيها بين هيئة الضمان الاجتماعي والمتعامل نفسه. إجراءات تسهيلية جاءت لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا.